من قلب صحيفة الاتحاد نرحب بكم في برنامج الخلاصة ونستعرض معكم أبرز أحداث اليوم. رئيس الدولة يبحث مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني العلاقات الثنائية وسبل مد جسور التعاون بين البلدين. رئيس الدولة يوجه بتقديم 3 ملايين دولار لدعم إعادة إعمار بلدة حوار الفلسطينية والمتضررين من الأحداث الأخيرة. خالد بن محمد بن زايد يدشن المنطقة الرقمية التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي والمتخصصة في تطوير الخدمات التجارية واللوجستية في ميناء زايد. بحضور ذياب بن محمد بن زايد مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني والاتحاد للقطارات يتعاونان لتدريب طلبة إماراتيين على إنتاج موارد صديقة للبيئة. الإمارات تشارك في اجتماعات مجموعة عمل الاتصال التابعة للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش في لندن. وزارة المالية تعلن أن الإيرادات الحكومية بلغت 143 مليار و100 مليون درهم خلال الربع الرابع من العام الماضي. مجموعة الجرافات البحرية الوطنية وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي تطلقان مبادرة معا ننمو لتحفيز فرص الأعمال أمام موردي الإمارة. أدنوك للتوزيع توافق على توزيع 1,285,000,000 درهم أرباحا بقيمة تربو على 10 فلوس للسهم عن النصف الثاني من العام الماضي. إلى هنا ينتهي لقاؤنا، نعود ونلقاكم الاثنين المقبل في خلاصة جديدة. دمتم بحفظ الله.